سنوات من الثورة التونسية، ثورة 17-14، وعلى أنقاذ ما قامت عليه الثورة التونسية من شغل وحرية وكرامة وطنية، يجد نفسه اليوم المواطن محصور، وكذلك محصور شعارات جوفاء، شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع. اليوم الشعب التونسي يعاني في فقر ويعاني في بطالة ويعاني في تهميش ويعاني في تجويع، وحتى اللي ظنينا أنه اليوم حرية التعبير وحرية التعددية وحرية الاختلاف السياسي اللي ظنينا أنه كسبناها مكسب مكاسب الثورة، اليوم تم تهديمها وتم تخريبها، خاصة بعد الاعتداء الأخراني اللي ريناه في مجلس نواب الشعب الذي تحول إلى مرتع للصراعات الإقليمية والصراعات الدولية داخل قبة البرلمان اللي ناضل من أجلها شهداء 9 أفريل 1938 من أجل أن يكون الصوت حر وصوت ديمقراطي وصوت وطني. اليوم تحولت إلى صراعات الشعب في غناء عليها، صراعات رجعية لا دخل للشعب فيها. اليوم نجم نعطيه حتى إحصائيات الأرقام، جو شوفوا اليوم فما في تونس حوالي 17% للبطالة بيقارب 647 ألف عاطل عن العمل. اليوم حسب منظمة العالمية أن تونس هي الدولة الأولى في تصدير الإرهاب بحوالي 5500 إرهابي تونسي. اليوم جو نشوفوا المديونية في تونس نلقاو أنه عندنا عجز ب 109 مليار دينار تونسي مع 8 مليارات اللي بزيد تحققهم كعجز، ومع أجزات هذه الحكومة على مدة 3 شهور اللي هي زاد أدت بنا إلى عجز، كما صرح بذلك يعني صندوق النقد الدولي أن تونس بتدخل في عجز ب 8 مليارات. هذا اللي نجم نراوه على مدة 10 سنوات من الثورة التونسية. لذلك اليوم هبط الشعب التونسي، هبط في مسيرات احتجاجية، في مسيرات يندد بها من أجل الحرية ومن أجل الشغل ومن أجل الكرامة الوطنية.